طبعا أن العلاقات الجزائرية الصينية ليست من اليوم، فهي علاقات تاريخية. لنذكر فقط بأن أول دولة اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية في سنة 1958 كانت الصين. وأيضا هناك حدث سياسي كبير أن الجزائر دفعت في الأمم المتحدة في سنة 1971 أيضا الصين كنت تكون عضو في الأمم المتحدة. إضافة إلى كل هذا، فهناك أيضا علاقات اقتصادية متينة قد تكون مثالية بين الجزائر والصين. الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء دفعا جديدا لهذه العلاقات، بالخصوص العلاقات الاقتصادية. وأحسن دليل هو وجود رجال أعمال جزائريين ورجال أعمال الصينيين. وهناك لاحظنا هناك اتفاقيات الشراكة وبحضور بوزراء الحكومة، وزراء قطاعية. وهذا دليل أيضا بأن إن شاء الله هناك مستقبل متفائل فيما يخص توطيد العلاقات وتعزيز هذه المسيرة المباركة.